يحضر فيها الضغط النفسي لقيمة الحدث، خصوصا الألعاب الأولمبية. كل منتخب يريد الحضور لهذا الحدث الكبير، والكرة الآن لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تمت كرة طويلة، تدخل ياسمين مرابط، لابد من إبعاد الكرة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، تسديدة، تدخل الحكمة، تدخل ضربة مرمى أو لك زاوية. نحن لك تججد لعبة المنتخب زامبيا مطالبة بلمسة يد. الحكمة كطلب من لعبة باربارا باندا أنا ما كان أي شيء، وبالتالي لازم مواصلة اللقاء. إذن الركنية أولى لفائدة منتخب زامبيا. تابع مرة أخرى، لاحظوا القوة البدنية، دخول داخل منطقة الجزاء بواسطة راتشيل كوندانانجي. هنا كان تدخل، مشات كرة على مستوى الجهة اليسرى، راتشيل كوندانانجي، راتشيل مراوغة خطيرة داخل منطقة الجزاء، لابد من إبعاد الكرة، إبعاد الكرة من طرف زين بردواني. بواسطة اللعيبة بريسكا تشيلوفيا، تشيلوفيا رفعت الكرة، حذر من هذه الفرصة خطيرة لفائدة المنتخب الزامبي. كانت الرأسية، ولكن المنتخب الزامبي غزلان الشباك، تمنى عند فاطمة تاغناوت. فاطمة تاغناوت فرصة تسديدة، ولكن مشات فوق المرمى. زيد كتحاول ترجع هذه فرصة في تاغناوت، وفاطمة تاغناوت تسدد، وتدخل يونس ساكالا. كرة في جريمة، غزلان الشباك ممتازة لإيمان سعود، إيمان سعود إمكانية العرضية، إيمان سعود رفعت كرة، دي فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تدخل ديال يونس، إمكانية تسديد، فرصة وإبعاد الكرة، تسديدة قوية، تدخل وإبعاد الكرة. كان في الشوط فاطمة تاغناوت رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، دي فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الخروج، هذه فرصة، فرصة تسديدة، كرة مرت جانبا، فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. النقاش التي تسدد، ولكن الكرة ما كانتش مؤثرة، كانت في جانبا من القائم الأيمن لمرمى منتخب زامبيا. لاحظوا كذلك المتابعة، هذه محاولة خطيرة لفائدة المنتخب الزامبي. لاحظوا هذا الباع مازال سقطة، كعبت كرة مباشرة خطيرة، خطيرة هذه الفرصة. لاحظوا هنا التمريرة مشات مباشرة ثم ردة فعل وإبعاد الكرة خارج أرضية الملعب والزاوية لفائدة المنتخب الزامبي. كانت محاولة بواسطة اللاعب إستر باندا لفائدة منتخب زامبيا. كانت الكرة دائرية في القائم الثاني، تدخل دائما لفائدة المنتخب الزامبي. هناك خطأ، أو الحكمة تعلن عن ضربة جزاء. الحكمة يعني أمام الدهاش الجميع، كارين فومو تعلن عن ضربة جزاء لفائدة منتخب زامبيا. هذا هو اللي تخوفنا منه، يعني حتى منتخب زامبيا يعني مشاو لعب الكره كانما يعني ما شفنا اي شيء. فقط علين ماري اللي شافت الخطا، وانذار لغزلان الشباك ضد مجريات اللقاء. نتابعوا يعني كان تحرك ديال اللاعبات، ما عرفتش صراحه كيفاش يعني شافت علين ماري هاد ضربه الجزاء. على إن ضربة جزاء تبنى خديجة ربيشي أنه تصدى لهذا ضربة جزاء. بريسكا تشيلوفيا يلي كتساعد لتنفيذ هذا ضربة الجزاء لفائدة منتخب زامبيا. ضربة جزاء خيالية، بريسكا تشيلوفيا وخديجة ربيشي، بريسكا تستعيد، بريسكا وتدخل الحارسة. وأكيد بأن قلت بأن ضربة جزاء خيالية بين المنتخبين. نتابع مرة أخرى، نحن المتابعة ديال خديجة عرمشي كان بطريقة ممتازة، ثم للمرة الثانية كان هناك تغطية من طرف زينب الرضواني، تضيع هذا الفرصة وتضيع هذه المحاولة. تعبت لك تبع هنا ما كاين اي احتكاك. لاحظوا تغطيه العوده كذلك ديال نجاة بدري، كره في جيل وصل تمريره داخل منطقه الجزاء، محاوله خطيره في ذات المنتخب الزامبي. لابد من ابعاد الكره، ممتازه، مراوغه ممتازه، مرتد هجومي في ذات المنتخب الوطني المغربي. فاطمه تاغناوت امكانيه التمرير، هذه فرصه، فرصه الهدف وتضيع. فرصة الهدف، كان بإمكان تسجيل الهدف الأول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. ابتسام الجريدي كان في رد بالحارسة يونس ساكالا. مرة الفرصة نتابع مرة أخرى، لا أعتقد أنه كان هناك تسلل بتاتا على ابتسام الجريدي، كان بإمكانات تقوم بأي شيء. دخلت في الكرة الأخيرة زين بردواني تسديدة ممتازة، فرصة الهدف، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. وبأي طريقة وبأي تسديدة وبأي روعة من زين بردواني،
زينب الرضواني تتمكن من وضع الكرة في الشباك، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الفرحة الكبيرة ولا أجمل ولا أروع، زينب الرضواني بمراوغة بتسديدة، لاحظوا تعانق الشباك، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي، وكان أفضل ما يمكن نهيو بهذه الجولة الأولى إلا أنه نتابعوا هدف بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الجمالية. ممتازة زينب الرضواني، ممتازة اللاعبة، لاعبة الجيش الملكي والمنتخب الوطني المغربي. إذن تقدم للبوءة الأطلس، تقدم للمنتخب الوطني المغربي، والدور النصف النهائي هذا أمام منتخب جنوب إفريقيا. فاطمة تاغنو ترفعت كرة داخل منطقة الجزاء، دي فرصة إمكانية تسديد جديدة، تدخل الدفاع وإبعاد الكرة، كان تسديدة بواسطة نجاة بدري، دي فرصة تضيع فرصة كان ثاني حالي أتجيني فتبعنا تسديدة نجاة بدري، تدخل الدفاع لاحظوا خطأ على مستوى إبعاد الكرة، وابتسام أجريد من جديد عند اللاعبة بارمارا باندا، محاولة خطيرة لفائدة منتخب الزامبي، وخديجة رميشي في المكان المناسب، التي تسدد، وخديجة رميشي في المكان المناسب، وإن كان كذلك كان تدخل ديال ياسمين مرابط. سنتابع مرة أخرى، لاحظوا التمريرة كانت طريقة جيدة ل هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، إمكانية التمرير عند غزال الشباك، تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة هدف، تدخل يونس سكر، دائما فاطمة تاغناوت رفعت الكرة ولكن كانت سهلة عند الحارسة يونس، بالإضافة لإمكانياتها التقنية وكذلك إمكانياتها البدنية. محاولة لفائدة المنتخب الزامبي، تسديدة خطيرة، وبنفس الطريقة المنتخب الزامبي، نتابعوا التفتات الزاوية، لاحظوا في نفس المكان وبالطريقة بنفس المراوغة، تسديدة في نفس كذلك الزاوية، لأن نسخة كربونية لهدف زينب الرضواني، صراحة هدف راتشيل كوندانانجي كيبنى هدف تعادل لفائدة المنتخب الزامبي. نتمنى أنه هدف بيأثرش على المعنوية ديال لاعبات المنتخب الوطني المغربي، لأنه قايمين يعني بمباراة جيدة على بعد عن أقل من 20 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للقاء وللمواجهة. إذا هناك وضعية تسلل، خديجة رميشي كطلب من اللاعبات بأنه يأخذوا المكان، وكذلك أن تكون هناك حراسة فردية على كل لاعبات منتخب زامبيا. رفع الكرة داخل منطقة الفرصة، والهدف هدف لفائدة منتخب زامبيا، هدف بواسطة اللاعبة لتشومو مويمبا، سنتابع من جديد هذه العملية. رفعت الكرة يعني رغم أنه كان هناك جوج ديال اللاعبات ولكن ما كانش هناك رقابة، على اللاعبة لتشومو مويمبا اللي تمكنت من تسجيل الهدف. إذن تعادل الآن، هدف لمثلي بين المنتخبين، لتشومو لفاطمة تاغناوت، الحكم لم تعلن أي شيء. تمنى من زينب الرضواني مرة أخرى، فاطمة تاغناوت، فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، إمكانية الدخول داخل منطقة الجزاء، فرصة للمنتخب الوطني المغربي، إمكانية تمرير لجعل الفرصة، رودزيلا تتمكن من تسجيل هدف ثاني، هو هدف انتصار لفائدة المنتخب الوطني المغربي، تمريرة ممتازة من الجهة اليمنى، رودزيلا في المكان المناسب، تضع الكرة في الشباك، وهدف ثاني، فرحة كبيرة، فرحة إستيرية، هدف انتصار، هدف الفوز لفائدة المنتخب الوطني المغربي. صراحة العرض اللي قدمه المنتخب الوطني المغربي يستاهل هدف ثاني، يستاهل انتصار في هذه المباراة. نتابع هذه المحاولة داخل منطقة الجزاء، تمريرة ديال فاطمة تاغناوت، دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة رودزيلا، لاعبة توتنهام بطريقة ممتازة، بطريقة ذكية، تغالط الكل وتضع الكرة في الشباك، هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي، سيكون إن شاء الله هدف الانتصار.